السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نصاوبوا بريوات بحشوة مختلفة مميزة جدا ولذيذة بزاف، واللي هي بالكفتة والبطاطا. تقدر تجيكم غريبة ولكن فعلا لذيذة وتستحق التجربة. بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. نبداو بتحضير الحشوة. في واحد المقيلة درت هنا جوج بصيلات، قرطتهم بحال هكا، شوية ديال زيت الزيتون، واحد ثلاثة ديال الضريسات ديال الثومة، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. من بعد ما تشحرت البصلة ونزلات مزيان، غادي نزيد كفتة ديال البكري. عندي هنا تقريبا شي نص كيلو ولا كتر شي شوية الكفته. انا دايرها بالعطريه، غندير العطريه في مره هنا في المقيله ديالي. نحاول شويه نحل هاد الكفته. غادي ندير قياسي ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال البصل. طبعا الا توفرت عندكم العطريه ديال الكفته يمكن لكم تستعملوها. اذا غنخلط هاد التبزيره مع الكفته والبصله، خليهم ينسجموا مزيان. عندي هنا ثلاثة ديال الحبات ديال البطاطا، من حجم يكون شوية يعني ما كبيرش بزاف، الا كانوا كبار جوج كافيين. حكيتهم في الحكاكة الغليظة، غنزيدهم على الحشوة ديالي. تقدر تجيكم حشوة شوية غريبة ولكن راه كتجي لذيذة بزاف. وطبعا شوية ديال الهريسة بالنسبة اللي كيبغي الحار، اللي ما كيبغيهش ممكن بلاش. اذا صافي، هذا هو الشكل ديال الحشوة ديالي بعد ما طابت هذيك البطاطا مزيان. ما تنساوش تذوقوا الملوحة لا سيزونمون، الا ناقصة شي حاجة كتزيدوا منها. اذا صافي، غادي نطفي على البوطه ونخلي هاد الحشوه تبرد شي شويه عاد نبداو نعمروها. على بركه الله نبداو نعمرو البريوات ديالنا. اذا هذه هي الحشوه من بعد ما طابت. عندي هنا ورقه ديال البسطيله، انا مستعمله هذه ولكن من الحجم الكبير، كتكون بحال هكا قد هكا الورقه، كل وحده قسمتها على ثلاثه باش جاوني شرائط بحال هذا الشكل. اذا هاد الوريقات كندهنهم مزيان بالزيت. صافي، وكنبداو نعمرو دائما البريوات الجهه الملسه هي اللي كتكون لتحت. ناخذ واحد الكميه من الحشوه. صافي، كنلويو البريوات ديالنا بالطريقه المعتاده. هنا عندي شويه ديال الطحين مع الماء باش كنسد البريوه ديالي مزيان. صافي، بنفس الطريقه نواصلوا نعمروا باقي البريوات.
كان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات بالكفته والبطاطا اللي صوبتهم معكم اليوم. فعلا جاو لذادين بزاف. الورقه كتجي مقرمشه، يمكن لكم تقليوها في الزيت او لا طيبوها في الفران، غدهنوا ليها شويه ديال الزبده ودخلوها الفران وخليوها تطيب وتقرمل على خاطرها. الحشوه كيف ما سبق لي قلت لذيذه بزاف ومميزه، وشي حاجه اللي مختلفه عن المعتاد. نتمنى انكم تجربوها، اكيد غتعجبكم بزاف. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بتشجيع، ديروا لايك تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، ولا كنتو كتشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس للتوصل دائما بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه واحده اخرى.